أخبار ورياضة نوافيكم بها من الجزائرية الإخبارية، سلام الله عليكم. البداية بالمنافسة الإفريقية وبالمباراة التي حسمها شباب الوزداد لصالحه على حساب الترجي التونسي عقب الفوز عليه بثنائية، وذلك برسم ذهاب دور ربع نهائي رابطة أبطال أفريقيا واضعا قدما في دور نصف النهائي. أنس مزيان وأكثر تفاصيل. لم تكن التوقعات تصب في صالح شباب الوزداد حين واجه فريقا مدججا بتركيبة بشرية متعودة على المنافسة القارية وتمتلك الخبرة في تسيير مثل هذا النوع من المباريات. ولأن لغة المعطيات والإحصائيات ليست كفيلة بترجيح ناد على آخر، دخل أشبال زوران أجواء الدرب المغاربي بدون مقدمات، تسيير لإيقاع اللعب بذكاء وغلق المنافذ على رفقاء إلياس شتي. فعجزت تركيبة معين الشعباني على بناء اللعب، وبدأت الثقة تزيد شيئا فشيئا لرفقاء زكريا دراوي الذي ترجم أداءه الثابت منذ بداية الموسم بهدف أول في شباك الحارس معز بن شريفة. لمسة الطاقم الفني بدت واضحة من خلال النهج التكتيكي الذي اعتمده شباب الوزداد، فلا هو تمادى في احترام المنافس ولا هو غامر بفتح اللعب ليبصم أمير سعيود على الهدف الثاني مثبتا نفسه هداف المنافسة لحد الآن. أداء مقنع، ما كانتش نتيجة بوحدها نتيجة، وأداء مقنع قدام فريق كبير اللي هو الترجي الرياضي التونسي صاحب عدة ألقاب قارية. الحمد لله اللي طلبناه من اللاعبين توفقوا في تطبيقه على الملعب، ونا بيان اكسبلوتي لي ديتاي كونا على الاسبيرونس On a bien analysé l'adversaire. Alhamdoulilah, ce qu'on a demandé a été fait sur terrain. Bravo, un grand bravo, un grand salut pour nos joueurs, pour leur application sur terrain. Vraiment, ils étaient des gladiateurs. Alhamdoulilah, وقت اللي شفنا معناتها اللي بدينا شويه نخسروا في الباتاي دو ميليو تيران، on doit معناتها projeter un autre joueur plus frais اللي هو جرار. وجرار ما شاء الله عليه، il a les qualités techniques, il est très mûr aussi tactiquement. موقعة الذهاب جاءت إيجابية لفريق أطاح بتيبي مازامبي وصن داونز، ورغم تغيير إداري فني إلا أن هوية الشباب لم تتغير في انتظار حسن التفاوض في موقعة رادس وبعدها دخول قوي إلى المربع الذهبي. الآن نتابع وإياكم التصريحات التي عقبت اللقاء رصدها لنا زميل أنيس مزيان ثانية. فارق والف يلعب هذه كاس افريقيا، الحمد لله حضرنا كما ينبغي لهذه المباراه، الحمد لله حقنا الاهم هو الفوز، ان شاء الله راح يخلينا باش نلعبوا باريحيه في ان شاء الله في الشوط الثاني راح يتلعب في رادس. الحمد لله كنا متفوقين هدف مقابل صفر، حنا سينا كيفاش نحافظوا على النتيجه ونسيو نلعبوا بلو فيت فير لافون، الحمد لله هذا جسدناه وسدنا الهدف الثاني اللي كان مهم ان شاء الله في بقيه المشوار. احنا ان شاء الله نسيو نعملوا ان شاء الله، عندنا مباراه دوكا تاع بطوله ان شاء الله نحضروا لهم كما ينبغي، ومن بعد كي تجي المباراه تاع العوده ان شاء الله نحضروها كما ينبغي باش ان شاء الله نجيبوا التاشيره ان شاء الله من رادس. فوزنا هذول الانصار كامل اللي جاوا سورتو اللي جاوا عندنا للفندق، يعني جات جماهير كبيره اثناء مغادره الفندق، نهدوا لهم هذا الفوز وين طالبونا بنتيجه 2-0، والحمد لله كنا قادرين نسجلوا الثالث تاع قاسمي الدقيقه الاخيره. من الحمد لله نتيجه يعني كما يقول لك ما راهيش مريحه بصح بسيشيك مو راهي مليحه لينا في راسنا، ومازال كما يقول لك ان دوزيام طون في رادس ان شاء الله اللي ما راحش تكون سهله، اللي كما يقول لك الفريق الخصم راح يحضر بجديه كبيره. احنا نحضروا مليح ان شاء الله باش نكونوا بري 100% من كل النواحي في لو ماتش روتور ان شاء الله. راني ندخل تدريجيا للمنافسه، لا الحمد لله وين دخلت عاون صحابي بلي نقدر عليه الحمد لله، وين كان الدخول تاعي في مليح في وسط الميدان في لي ديال ولا في الكارد في كين غارديو بالون الحمد لله. ان شاء الله قلت لك نوجدوا ان شاء الله باش نحققوا تاهل في رادس ان شاء الله. من جهته المدرب السربي لشباب الوزداد زوران مانولوفيتش، وفي المؤتمر الأول في الندوة الصحفية التي عقبت المباراة هنأ لاعبيه على الفوز المحقق وأدائهم البطولي والإرادة الكبيرة التي تحلوا بها، غير أنه أكد أن المهمة لن تكتمل والتأهل أو لم تكتمل بعد، والتأهل سيلعب في رادس. It's not normal, I said to you, what strategy I play next Saturday. My staff and me know what is that. لا يمكننا أن نتحدث عن استراتيجية المباراة القادمة يوم السبت. أنا والطاقم الفني نعرف كيف سنلعب المباراة، لكن التقدم بهدفين لصفر ليس شيئا كبيرا في كرة القدم.
نعرف أن دفاعهم صلب وهو ثقيل أيضا مع اليعقوبي والبدراني. في وسط الدفاع هما لاعبان مميزان لكن أيضا ثقيلا. اليوم طلبنا باللعب في عمق الدفاع وفتح اللعب على الأجنحة. أما مباراة العودة فسنجد لها الحلول في حينها. إذن فوز الشباب جاء كرد جميل لأنصار الفريق الذين وإن غابوا عن المدرجات إلا أنهم كانوا حاضرين لدفع اللاعبين نحو الأفضل قبل اللقاء، يقول الزميل طارق بوفليح. إنهم أنصار شباب الجزائر يحتضنون فريقهم ويمدونه بجرعة الأدرينالين قبل الموعد الهام. أمام الفندق حضروا فهتفوا. طوال الطريق المؤدي لملعب 5 جويلية رافقوا ليبعثوا برسائل مفادها: غائبون عنكم في المدرجات لكن حاضرون معكم بأجسادنا الآن وبقلوبنا طيلة 90 دقيقة. الحلم مشروع والهدف واضح، حمل راية الجزائر عاليا والتحليق بها بعيدا في أعرق المنافسات الإفريقية. المنافس بطل نعم، لكن المستحيل ليس بالوزدادي ولا جزائري. رسائل استوعبها رفقاء القائد نساخ: تركيز عال وإرادة فولاذية، وعدوا فعزموا فوفوا. انتصار على العريق التونسي وبهدفين مع أداء راق يليق بمقام البطل، ليكبر معه الطموح ويقترب الحلم من التحقق. ولم يتبقى سوى إعداد العدة للسفرية التي ستقود بهداف سعيد وزملائه إلى ملعب رادس للعودة بتأهل سيكون تاريخيا إلى دور الأربعة الكبار. هنالك أيضا سيجدون أجواء خيالية تنتظرهم بمطار هواري بومدين، ليس من أنصار بلوزداد فقط بل من محبي الكرة الجزائرية التي قد تشهد موسما استثنائيا تتألق فيها أنديتنا قاريا ليكون عاما جزائريا بالفعل. يذكر أن مباراة إياب دور ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي وشباب بلوزداد ستجرى يوم 22 من هذا الشهر بملعب حماد العقر برادس، حظا موفقا لشباب بلوزداد وبحول الله تعالى التأهل إلى دور نصف النهائي لممثل. إذن أقول الممثل الثاني للكرة الجزائرية في رابطة أبطال أفريقيا بلدية الجزائر لم يتمكن من الخروج بفوز يريحه قبل لقاء الإياب، حيث اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة أمام الوداد البيضوي المغربي، الأمر الذي سيصعب من مهمته في لقاء العودة. وقراءة في حظوظ المولودية مع بلال بوزيدي. ذكرى مئوية تأسيس العميد لن تمر من دون لقب جديد، وأحلى ما سيرصع خزائن الفريق تتويج بالتشامبيونز ليج، شعار سيتسلح به مولودية الجزائر للعودة بتأشيرة التأهل للدور النصف النهائي من الأراضي المغربية. التعادل الذي فرضه الوداد البيضاوي على المولودية من شأنه أن يكون عاملا محفزا لبذل مجهود مضاعف خلال لقاء العودة. التأهل راح يلعب في الدار البيضاء في مرحلة العودة. راح الحمد لله يرجعوا المصابين ونروحوا باش نلعبوا 90 دقيقة تم الفصيلة. حتى وفزنا اليوم نظن بلي التأهل ماهوش يعني 100%. حتى وفزنا اليوم نظن بلي التأهل راح يلعب في المباراة الثانية، نحضروا لها إن شاء الله بكل قوة، نروحوا بدون مركب نقص بدون عقدة. هذه هي الكرة، اليوم تعادلنا إن شاء الله عندنا الوقت باش نحضروا مرحلة العودة ونروحوا بمعنويات عالية إن شاء الله. استرداد المصابين وجاهزية التعداد ذهنيا وبدنيا هدف الطاقم الفني والطبي.
خطف تأشيرة التأهل لن يكون مستحيلا ما دام تاريخ المواجهات بينهما مفتوح على كل الاحتمالات، فالمولودية قادرة على تسجيل الأهداف بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء كما سبق وأن فعلتها من قبل وسجلت خارج الديار خلال مشوار المنافسة الإفريقية. رهان الذهاب لأبعد نقطة ممكنة في هذه المغامرة هدف لا يقبل القسمة على اثنين، ما دام التتويج بأمجد الكؤوس أحلى هدية تمنح لعشاق هذا الفريق العريق، ولن يتأتى كل هذا إلا بحسب مواجهة الوداد بعد أسبوع. وعقب اللقاء أكد مدرب مروديا الجزائر نبيل نغيز أن الفريق قدم كل ما بوسعه وحظوظه لا تزال قائمة والحسم سيكون في مباراة العودة. نتابع. غيرناه بشوية ذكاء بشوية تمركز من جانب التكتيكي لأن كنا نعرف عندهم فرضيات اللي قادرين يخدموا الفارق في أي لحظة. هذا الشيء اللي خلانا عندنا فترة في بعد قبل نهاية الشوط الأول يعني بربع ساعة عندنا فترة صعبة وين ممكن جاو هما فرصتين اللي داروا علينا الضغط بين يعني الشوطين. تكلمنا من اللاعبين باللي اليوم مباراة الربع النهائي الحمد لله راكم خدمتوا وتعبتوا باش وصلتوا لهذه المرحلة هذه. ان شاء الله دخلوا بدون عقدة بدون مركب نقص نلعب للكرة تاعنا. للأسف خدمنا خطأ اللي نقص التركيز اللي جاب ضربة جزاء. نشكر اللاعبين على المردود اللي أداوه مهما كانوا تعبانين كتير، خاصة فوق الميدان عطاو كل ما عندهم بالنقائص اللي كانوا موجودين، ولكن النتيجة نظن عودنا من بعيد هدف لهدف. حتى وفوزنا اليوم التأهل راح يلعب في الدار البيضاء حتى يعني مهما تكون النتيجة اليوم نظن باللي الشوط الثاني هو راح يكون الفاصل. المباراة الثانية هي اللي راح تفصل بين الفريقين. احنا الحمد لله اليوم نطوي صفحة مرحلة الذهاب، ان شاء الله نسترجع بعض اللاعبين خاصة في الهجوم ونروحوا يعني للدار البيضاء في المباراة العودة بدون مركب نقص بدون عقدة، نروحوا نلعبوا كل الفرص اللي موجودة. وفي كرة القدم كل شيء ممكن. هذه هي الربع النهائي من رابطة ابطال افريقيا، واحد ما يضمن التأهل قبل المباراة الثانية مهما يكون اسم الفريق مهما يكون اللاعبين اللي عنده. نظن بلي 90 دقيقة راح تكون حاسمة في الدار البيضاء، نحضروا لها ان شاء الله بجدية وبهدوء طيلة اسبوع. بالنسبة للقاء نتاع انا جينا بطبيعتي انا شخصيا انا في مسيرتي الرياضية بالنسبة لي ما اني با دانتيريور ديكستيريور معناتها يفو جوي نوتر جو العب لعبك اسي معناتها طريقتي المحافظة ديما الضغط على المنافس هذا اللي درناه خاصة في الشوط الأول وفترات من الشوط الثاني بطبيعة الحال بعد ما سجلنا هدف رجعنا شوية. لكن نعتبر كانوا الوداد قدم مقابلة ممتازة. المولدية معناتها كان رزين يعني في التعامل نتاعو في المباراة هذه، معناتها عرف كيفاش تعامل في المباراة هذه وخرج بنتيجة تعادل كان يخرج من المنازم لأن معناتها نعتبر كان الهدف الأول شرعي ما فيه ولا حاجة اللي سجلناه. مع كل أسف نفس المشاكل اللي نتعرضوا لها ديما معناتها في بعض المباريات فهمتني، لأن المفروض معناتها يكون الفار في ربع نهائي كأس أفريقيا نعطيه أهمية شوية معناتها المباريات هذوما ونحط. وللحديث أكثر حول مجريات اللقاءين وأداء الفريقين يلتحق بنا مباشرة عبر الهاتف المدرب منير دوب اللاعب السابق لشباب الوزداد ومولودية الجزائر وكذلك شبيبة القبائل والمدرب الحالي لاتحاد حجوت. أهلا بكم أولا. ثانيا سيدي الكريم نستهل بشباب بالوزداد الذي حقق الأهم قبل مباراة الإياب، كيف تقيم أداء الفريق بصفة عامة؟ مساء الخير. أولا هنا نهني وكما قلت فريق شباب الوزداد بالفوز تاعه والفوز الكبير اللي كان فوز مهم في 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 دور ربع النهائي ضد فريق اللي عنده خبرة كبيرة في هذه المنافسة اللي كان تمكن أنه فاز بها زوج مرات متتالية. اليوم نشوفه أنه فريق شباب الوزداد يعني أكد المستوى تاعه في هذه المنافسة الإفريقية وين نستطيع القول أنه دار مشوار طيب. واليوم أنا نشوفه بلي راهو يحصد في الثمار تاع العمل اللي قاموا به. و فيما يخص المقابلة شفنا مقابلة كانت صعيبة
فريق شباب الوزداد سير المقابلة بطريقة ذكية، طريقة جيدة. كان نقدر كان أكثر واقعية من فريق الترجي، وين شفنا الفرص اللي طاحت له يعني تمكنوا ينسجلها. وفي هذه الأدوار هذه في هذه الأدوار المهم جدا أنه في مقابلة هذه لازم تسجل. يعني الأداء صحيح أنه مليح الأداء، ولكن في هذه المقابلات باش تتأهل لازم تسجل أهداف. نعم جيد. بالحديث عن الأداء الآن يعني نتطرق إلى أداء فرديات الشباب التي رمت بكل ثقلها على المنافس، خاصة الثنائي أمير سعيود والظهير الأيمن مختار بالخيطر من خلال نزعتهما الهجومية. هو ما رأيك حول أو عن دفاع المنافس سيدي الكريم؟ والله واش نقول لك، احنا المقابله هذه نظن انه فريق الترجي كان كما نقولوا قام يستهزا شويه فريق شباب بوزداد، لانه احنا كما سبقت قلت لك باللي نقولوا بلي فريق الترجي عنده خبره. فريق شباب بوزداد اغلب اللاعبين تاعو نقدر نقول انهم بالك ما موصلوش لهذ الادوار اللي كانت دافع معنوي قوي، كانت الموتيفاسيون سوبليمونتير باش يحقوا حاجه. فيما يخص سعيود ولا يعني كما قلت ما نقدروش حنا الفريق ما نقدرش تبنى على لاعب، نقدر نقول انه سعيود راهو كان حاسم الى اقصى درجه في هذه البطوله، وين سجل اهداف حاسمه. نظروا للمختار بالخيطر قالت لاعب اللي لعب في البطوله التونسيه، يعرف فريق الترجي مليح، وعلى غرار كل اللاعبين اللي كانت هناك une motivation une volonté كبيره، وين عطاو كاع واش لازم. تقدر تقول جماعيا فريق شباب بوزداد كان متكامل، يعني المردود الجماعي هو اللي خلى فريق شباب بوزداد يفوز بالمقابله، وعطى الاهميه للمقابله هذه، وخاصه نعرفوا انه الانصار فريق شباب بوزداد كلهم كانوا وراء الفريق، كلهم كانوا متمنين انه الفريق هذا يروح لبعيد. اليوم نشكروا اللاعبين، حتى نقدر نقول انه المدرب في المقابله هذه شفنا اللمسه تاعو، عطى نفس جديد للفريق هذا. ان شاء الله احنا نتمناو انه هذه ما الا مباراه، مازالت مباراه ثانيه. هذه النتيجه راح تخليهم يحضروا مباراة الإياب بأريحية، ولكن لازم ما يتلاشاوش، لازم يقعدوا توجور مركزين، دائما يقعدوا مركزين على المقابلة الثانية اللي إن شاء الله نتمناو أنه يعاودوا المقابلة اللي داروها هنايا. باش سيد منير دوب، الفوز امام الترجي التونسي اكيد انه سيرفع كثيرا من معنويات الشباب، وهو ما سيجعل الفريق سيلعب مباراه العوده دون اي ضغوطات، والطموح بدا يكبر، اليس كذلك؟ صحيح، يعني لما تفوز على فريق ترجي بالنتيجه والاداء راح تزيد تطمع، راح تكون دافع معنوي قوي للاعبين، راح يزيدوا يؤمنوا بالامكانيات تاعهم بالقدرات تاعهم. ولكن دائما انه نقولوا للمقابله العوده الفريق التونسي راح يرمي بكل ثقل تاعو، راح يستعمل كل الخبره تاعو باش يفوز. لهذا نقول لازم اللاعبين ولازم يبقاو مركزين، لازم ينساو النتيجه هذه ويخمموا انه كما نقولوا حنايا، حتى انا لما كانت عندي الفرصه وين نفس بثلاث كؤوس افريقيه مع فريق شباب القبائل، وكنا كي نربحوا هكذا ونخرجوا نلعبوا هكذا مقابله الاياب، نديروا ان ننساو النتيجه تاع الذهاب، ننساوها كاع، نقولوا كوم سي كو خسرنا، باش يقعد توجور الجوار، يقعد توجور موتيفي، يقعد توجور ما يتلاقاش. وانا ما شكيتش، ما نظنش انه الفريق راح يكون ساهل. ان شاء الله حنا نتمناو انه اللاعبين يكونوا مركزين من كل الجوانب، باسكو مباراه العوده ما راح تكون سهله، لانه يقدر فيه عده عوامل اللي يقدروا يحبوا ياثروا على الفريق. نحن نعرف انه كاين عنصر تاع التحكيم فيها امورات، حنايا بحسب الخبره تاعي مع الفرق التونسيه راح تكون فيه شويه بالك ضغط، راح
كما نقولوا يحبوا يلعبوا لهم على الاعصاب تاعهم. لازم اللاعبين لازم يتحكموا في اعصابهم، عندهم 90 دقيقه لازم يصبروا فيها، وان شاء الله نتمنوا انه الفريق هذايا يتاهل باش المستوى تاع الكره الجزائريه او الفرق هذه راح تخدم البطوله تاعنا كثير بحول الله تعالى. بالحديث الحديث عن شباب الوزداد اكيد انه سيقودنا الحديث عن مباراه مولوديه الجزائر والوداد البيضاوي. الا ترون منير دوب ان الخطه الدفاعيه لنبيل نغيز وعدم توظيفه لمهاجم صريح اثر على اداء اللاعبين في الخط الخلفي ونتج التعادل الايجابي في مباراة الذهاب؟ احنا اليوم المدرب هو احنا ما نقدرش نكملوا على خطه المدرب لانه هو ادرى، هو اللي يخدم مع المجموعه، هو اللي راه يقوم بالعمل تاعو، هو اللي يكون درس فريق الوداد البيضاوي اللي فريق يعني اللي ما لا يستهان به. تقدر تقولي انه لما نتكلم على الترجي ولا الوداد هادو ما فرق اللي راهم كل موسم راهم يلعبوا بطولة افريقيا حاليا، يعني عندهم الخبره الكافيه على غرار فريق شباب الوزداد او مولودية الجزائر اللي عندهم سنوات ما شاركوش في هذه البطوله. والشيء هذا نقولوا ياثر شويه ويخليك تلعب شويه متحفظ شويه، ولكن احنا نقدر نقول انه تقدر هي نتيجه ايجابيه. الفريق ما خسر، صحيح انه تلقى هدف وكان قادر كما نقول كان قادر يفوز فريق المولوديه، ولكن في هذه الادوار هذه دائما نقولوا بلي المقابلات راح يكونوا صعاب، وخاصه في مقابلات نقولوا حنايا محليه ديربي. طيب. بين طيب الحديث عن هذه النقطه سيد منير دوب، لاحظنا تحفظ ربما يمكن ان نقول انه تحفظ المولوديه بالبقاء في منطقتهم مقابل تضييع العديد من الكرات، هل تعتقد ان مولوديه الجزائر لم تنجح في التعامل مع القيمه الحقيقيه للوداد؟ احنا كي نقولوا التحفظ هي المقابله راهي تتلعب على جزئيات صغيره. كان قادر فريق المولوديه من 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 محاوله واحده يسجل هدف، كان هي المشكل في المباراه هذه انه الوداد البيضاوي هو اللي سجل الاول، ولكن تحسب الفريق كان واجد الفريق اللي يكون خاسر مع في الملعب تاعو يعاود يولي ويسجل هدف تعادل، وكان قادر يزيد يسجل الهدف الثاني. ولكن دائما انسان يكون ايجابي في مقابلات كيما هذو، لانه هذه مقابله راحت، المقابلات نحن نعرفوا انهم ما يتشابهوش، ورانا نلعبوا في 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 ملاعب بدون جمهور. دونك نقدروا نقولوا انه كل شيء الاحتمالات كل شيء كلها وارده. دونك نشوفوا انه فريق مدرب نغيز راه شاف فريق الوداد البيضاوي، شاف تسمى اللاعبين النقاط الضعف ولا النقاط القوه تاع الفريق هذا. في المباراه العوده ان شاء الله راح يدرس الفريق هذا ان شاء الله، وراح يلقى بحول الله تعالى. جيد سيد منير دوب. جيد، اذا الحديث عن مولوديه الجزائر وشباب الوزداد يقودنا الحديث عن شبيبه القبائل التي تلعب مباراتها الان او في هذه الاثناء بملعب الطيب المهيري بتونس امام نادي الصفاقسي، حيث تشير النتيجه الى فوز الشبيبه بهدف دون رد سجله رضا بالسريع في الدقيقة 61. كيف ترى حظوظ الشبيبة؟ والله يعني احنا فريق شبيبة القبائل في بداية الموسم كل الناس كانوا متشائمين من هذا التعداد، وواحد ما كان يتصور انه راح يقدم هذا المشوار. نظن انه كما نقول لك شكر كبير للاعبين اللي عطوا كل شيء للفريق هذا وتمكنوا انهم رفعوا تحدي، وانا نشوفوا اليوم في تونس راهو فايز بهدف مقابل صفر، نتيجه جد ايجابيه، نتيجه اللي راح نستطيع ان شاء الله يكملوا هكذا. تقدر اذا كملت هكذا نستطيع القول ولو هي كره القدم ماهيش علوم دقيقه، نقدر نقول انه حط قدم في نصف النهائي. ولكن انسان دائما كما قلت لك في كره القدم لازم دائما تقعد مركز، لازم ما كانش ما تخليش مجال للتراخي، ولازم تقعد مركز الدقيقه الاخيره. حنا نتمنوا ان شاء الله اليوم نشوفوا ثلاث فرق راهم ثلاث فرق جزائريه تتاهلوا للادوار المتقدمه. هذا الشيء ان شاء الله نتمنوا انه تقعد هذه الاستمراريه للمواسم القادمه، حتى المستوى تاع البطوله تاعنا راح يطلع بفضل هذه المنافسات هذه.
نعم، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. إذا شكرا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف منير المدرب منير دوب، وبتوفيق لكل ممثلي الكرة الجزائرية في المنافسة الإفريقية. إذا مشاهدينا الكرام، نبقى في موضوع آخر. أسندت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تنظيم نهائيات كأس أفريقيا للأمم فئة أقل من 17 سنة نسخة 2023. القرار اتخذ خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف أمس السبت بالعاصمة الرواندية كيغالي. وهذه هي المرة الثانية التي ستحتضن فيها الجزائر نهائيات الكان لهذه الفئة بعد نسخة 2009. من جهة أخرى، سيتم تنظيم نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2023 فئة أقل من 20 سنة بمصر، وكان 2022 للكرة الشاطئية بموزمبيق. هذا وقرر المكتب التنفيذي للكاف إقامة نهائي رابطة أبطال أفريقيا للنسخة الحالية بالمغرب يوم 17 جويلية المقبل، فيما تستضيف البنين نهائي كأس الكاف في 10 من الشهر ذاته. إذا مشاهدينا الكرام، نبقى دائما مع أو نعود إلى شبيبة القبائل المتفوق لحده الساعة. والآن أقول الدقيقة تشير إلى 8:60، والحديث عن مجريات هذه المباراة يلتحق بنا عبر الهاتف مدير الاتصال بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم للحديث عن قرارات اللجنة التنفيذية للكاف بخصوص احتضان الجزائر لكأس أمم أفريقيا أقل من 17 سنة. يلتحق بنا عبر الهاتف مدير الاتصال دالفاف صالح بيهبود. أهلا بك، بداية هنيئا للجزائر احتضان الموعد القاري لثاني مرة في تاريخها بعد عام 2009. هل يمكن لنا أن تعطي لنا تفاصيل حول تقديم الجزائر لملف الترشح؟ أولا مساء الخير، أهلا وسهلا، أهلا بك، عيد سعيد وعمر مديد ان شاء الله للشعب الجزائري والامه الاسلاميه جمعها. هنيئا للجزائر بتنظيمها لهذه الدوره، وستكون لاول مره يعني الجزائر تنظم في نفس السنه تظاهرتين افريقيتين، الا وهي دوره الشان اي البطوله الافريقيه للامم للاعبين المحليين، وكذلك اللي كان لاقل من 17 سنه. يعني القرار اخذ البارحه في اطار يعني الاجتماع تاع اللجنه التنفيذيه للكاف، ويعني الجزائر كان قدمت الملف تاعها في قبل تاريخ 31 مارس الماضي، وكان القرار هذا جاء بعد قرار المكتب الفيدرالي بعد دوره اتحاد شمال افريقيا التي جرت في الجزائر وتاهل فيها الفريق الوطني لاقل من 17 سنه الى دورة المغرب، ولكن هذه الأخيرة يعني ألغيت في آخر لحظة. وكذلك افتتاح الأكاديمية لسيدي بن عباس التي موجود فيها نواة الفريق هذا، الفريق تاع أقل من 17 سنة، بحيث فئة أقل من 15 سنة بدأت العمل في هذا الإطار، وستكون هي إن شاء الله التي تمثل الجزائر في سنة 2023 بفريق وطني متكون من لاعبين محليين وكذا بعض العناصر التي ممكن انها تاتي من الخارج. جيد سيد صالح باي عبود، في نظركم ما هي النقاط التي خدمت ملف الجزائر؟ والله اولا من بين النقاط يعني التاريخ وتجربة الجزائر في يعني تنظيم مثل هذه الدورات في السابق، سواء كان تعلق الأمر بهذه الفئة أو بدورات أخرى وحتى تظاهرات إفريقية، وكذلك يعني دورة البحر الأبيض المتوسط التي ستجري في الجزائر العام القادم إن شاء الله. كذلك يعني المرافق والملاعب، والجزائر يعني قررت أن توضع كل من ملعب الجديد ملعب الأولمبي الجديد بوهران، وكذلك ملعب 5 جوليا التاريخي، وكذلك مصطفى تشاطر، فهي مصطفى تشاطر ملعب ومعقل الفريق الوطني الأول،
وكذلك يعني كل المرافق القاعدية سواء تعلق الأمر بالإقامة أو بالتنقل أو بالنقل التلفزيوني. نعم. وأغتني بالفرصة أننا نشكر التلفزيون الجزائري الذي هو الآخر ساهم في تحضير هذا الملف على الاتحاد الجزائري لكرة القدم، حتى يعني تكون كل المواصفات والمعايير التي تطلبها الكاف في مثل هذه التظاهرات انها تكون. طيب في عجاله سيد صالح بيع عبود، في عجاله فقط، المنافسه ستحتضن عام 2023، هل شرعتم في تصدير برنامج تحسبا لهذا الحدث؟ اكيد كما قلت يعني منذ قليل، النواه نتاع فريق الاقل من 17 سنه هي موجوده حاليا في على مستوى اكاديميه سيدي بن عباس لفئه اقل من 15 سنه التي بدات يعني العمل والتحضير. نعم. ورويدا ورويدا يعني حتى نصل الى هذه الى 2023 ستكون يعني برمجه خاصه بهذا الفريق ودورات الى اخره، حتى يكون هذا الفريق جاهز ومدعى كذلك بعناصر اكيد من تنشط في الخارج. جيد سيد صالح بيع عبود، شكرا لك على كل هذه التوضيحات وبالتوفيق لكم. شكرا لك. كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. نشرتنا متواصلة. قررت الكاف دراسة إدراج تقنية الفار في دور مجموعات رابطة أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بداية من الموسم المقبل، لا سيما بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت الحكام الأفارقة عقب الأخطاء المرتكبة في النسخة الحالية سواء في دور المجموعات أو دور ربع النهائية. في خبر آخر، تم تعيين طاقم تحكيم جزائري لإدارة مباراة الكأس الممتازة الأفريقية بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي يوم 28 من هذا الشهر بالعاصمة القطرية الدوحة، ويتعلق الأمر بمصطفى غربال بمساعدة مواطنيها عبد الحق تشعلي ومقران جوراري حسبما أعلنته الفاف على حسابها الرسمي. أما تقنية الفار فسيديرها طاقم تحكيم قطري بقيادة عبد الرحمن إبراهيم الجاسم. في سياق منفصل، ألغيت الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن انطلقت صباحة اليوم بمدرج المعهد العالي لتكنولوجيا الرياضة رشيد حرايق بدال إبراهيم، حيث عرفت مناوشات بين العديد من الأطراف ما دفع بالقائمين لإلغائها. أكثر تفاصيل بحوزة نسرين شبوط. اشتباكات وصراعات عنوان آخر جمعية التي كان مفروضا أن تعقد اليوم لمعرفة الرئيس الجديد لاتحادية الجزائرية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن ما صاحب أشغال الجمعية حال دون أن يتجه الأعضاء صوب الصندوق، صندوق فارغ شفاف لغاية 12 من مايو. الأجواء التي سبقت الموعد الانتخابي كانت تنبئ بسيناريو غير سار. مشحنات وملاسنات أفضت لإلغاء معرفة اسم الرئيس الجديد، ما يؤكد ذلك تدخل الرياضيين المنتمين لهذا الاختصاص رافضين الأسماء المستقدمة بحجة أنها لا تنتمي لعائلة ذوي الهمم. وحنا ولاد الاتحادية، حنا ما جيناش من برا، حنا ولاد اوندي سبور، هذه باش يعرفوها، حنا ولاد اوندي سبور. أنا عندي 25 سنة غير في المنتخب الوطني، جامي شت جامي في حياتي من حيت دخلت اوندي سبور ما شفتش عباد كيما هذا. من 2008 وأنا في فريق وطني ما كان حتى تغيير، ما هاد المسؤولين اللي يجي يخدم مصالحته ويطفر في لي زاتلات. حنا نورمالمون نبريبارو ما نجوش هنايا، سما انا ضد هادو ما الجمعية العامة. المفروض نحضروا جمعية عامة انتخابية يسودها الهدوء التام في إطار قوانين الجمهورية، لكن نتأسف فيه ظروف غير عادية والمتمثلة في أن القائمة المنافسة فيها خروقات قانونية. الأمور لم تتوقف عند هذا الحد،
الوزارة الوصية تدخلت عبر ممثليها وقررت تأجيل العملية الانتخابية لموعد لاحق، موعد قد نشهد فيه أسماء جديدة غير التي تقدمت سلفا لتبقى اتحادية ذوي الهمم الوحيدة التي لم تلتحق بركب الاتحادات التي أفضت عن الكشف عن رؤسائها الجدد في وقت يضيق فيه الزمن مع قرب المنافسات الدولية والقارية. في جودو تنقل المنتخب الوطني رجال وسيدات صباحة اليوم إلى العاصمة التونسية سيقيم تربصه التحضيري لمدة يومين من أجل الاسترجاع على أن تتنقل العناصر الوطنية إلى العاصمة السنغالية دكار للمشاركة في البطولة الإفريقية المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 من هذا الشهر. إلى جانب الطاقم الفني كان الوفد مرفوقا بكل من بدر الدين العزيزي وأحمد قبيلي وعبد الحفيظ بوهلة أعضاء المكتب التنفيذي لمد الدعم لممثلي جودو الجزائرية. مع البطولة الوطنية الآن ومع المباراة الجارية بين اتحاد الجزائر وشبيبة الثورة حيث تشير النتيجة إلى تقدم الاتحاد بهدفين لصفر، نتابع بعض لقطات المواجهة المنقولة على القناة 6 بتعليق الزميل عبد العزيز بن سالم. 66 شوط ثاني ممتع كما ذكرت وجميل وأحسن مقارنة بالشوط الثاني خاصة من جانب شبيبة الثورة في سيناريو بدأ أن الشبيبة كانت أفضل والأحسن وكانت تبحث عن هدف التعادل أولا، ولكن السيناريو أيضا جاء مخالفا للتوقعات من جانب اتحاد الجزائر. هذه كرة القدم أقول، وهذه أحكام الكرة، وحمرة ارتكب مخالفة مجددا لفائدة شبيبة الثورة الذي لم يستغل كثيرا الفرص التي أتيحت له خاصة من المخالفات ومن الركلات الحرة ومن الهجمات التي أتيحت له تارة على الجهة اليمنى وتارة أخرى على الجهة اليسرى، وكان وراءها في الكثير من المرات بلال مسعودي الذي سينفذ بلا شك مخالفة ستكون مباشرة مثل ما فعلها مع بداية الشوط الثاني، وتألق زيماموش هو رجل المباراة بدون منازع في اعتقادي الشخصي عندما تصدى وحرم شبيبة الثورة من هدفها. سيحرم بلال مسعودي من جديد التسديدة ولكنها مرت بعيدا شبيبة الثورة الآن سارة. إذن هدف اللقاء سجلهما اللاعب بالقاسمي. من جهتها مواجهة شباب قسنطينة وأتلتيك بارادو والجارية تشير النتيجة إلى تقدم الأتلتيك بهدف لصفر والمباراة منقولة مباشرة على كانال الجيغي. لنتابع لقطات اللقاء بتعليق محمد الصالح بوساكر. يجب استهلاكه من المياه في مباراة تلعب في جو حار جدا هنا بمدينة قسنطينة، حتى الحكم سعيدي كما نشاهد يتصبب عرقا طبعا وتوزيع المياه على اللاعبين، قارورات المياه للارتواء والعودة إلى ما تبقى من أطوار المقابلة. ربع ساعة الأخير من المقابلة ستكون كافية لشباب قسنطينة للعودة في النتيجة. بن طاهر أمامنا على الصورة، اللاعب المحترف يقوم بعملية الإحماء، ربما سيكون الورقة القادمة. ونذكر جيدا الدور الذي لعبه لاعب بن طاهر في لقاء الذهاب لما فريقه كان منهزما في النتيجة بهدفين لصفر وتمكن من تعديل النتيجة في اللحظات الأخيرة. مقران عبد الحكيم أمامنا أيضا غير راضي لا على أدائه وعلى أداء زملائه وعلى النتيجة المسجلة لحد الآن، هي هدف لصفر لنادي بارادو. حتى الحكم إذن سنعود إلى أطوار المباراة في حال استئنافها بحول الله. إذن نبقى دائما مع أخبار الأندية المحلية. رفض لاعبو فريق أهلي برج بوعريريج مقترح الإدارة القاضي بتخفيض أجورهم لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي حسب ما أعلنه الفريق البريجي. وأوضحت الإدارة أن مساعيها بخصوص هذا المقترح يأتي لإيجاد مخرج للأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الفريق، إلا أنه باء بالفشل في ظل تمسك اللاعبين بمطلبهم
القاضي بضرورة تلقي أجورهم العالقة مقابل الموافقة على مقترح تخفيض أجورهم، خاصة أن بعضهم يدين بأكثر من 11 شهرا. نمر الآن إلى عالم الساحرة المستديرة العالمية. توج فريق ليستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بكأس إنجلترا لكرة القدم عقب فوزه على تشيلسي بهدفين لصفر في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت. وسجل البلجيكي يوري تيليمانس الهدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 أمام حوالي 21 ألف مشجع سمح لهم بحضور النهائية. في أخبار المحترفين، توج الدولي الجزائري رشيد غزال رفقة فريقه بيشكتاش بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة 16 في تاريخ الفريق بعد تفوقه بفارق الأهداف فقط على نادي غلاتا سراي. يقول وليد فرحاني: انتقم لنفسه ونثر غبار سوء الطالع والذي لازمه منذ خروجه من مدرسة الأولمبيك ليوني مرورا بفيرونتينا الإيطالي وليستر الإنجليزي. رشيد غزال لم يرفع راية الاستسلام، بل على النقيض تماما تربع سيدا في موسم سيظل خالدا في ذهن نجم الخضر. غزال أمضى في نادي بشكتاش في آخر ساعات الميركاتو قادما من ثعالب ليستر، نقطة تحول فارقة في مسيرة لاعب الخضر الذي أمتع الجماهير وجعلهم يعترفون أن صفقته صنفت ضمن أحسن الصفقات في تاريخ بشكتاش. رشيد مر للسرعة القصوى ودون أرقاما ثقيلة في ميزان الساحرة محليا وقاريا. محارب الصحراء ساهم في 25 هدفا هذا الموسم، حيث سجل 8 وقدم 18 تمريرة حاسمة جعلته أحسن ممرر ليس طوال مشوار الفريق الأسود والأبيض بل في تاريخ البطولة التركية. كما عادل رقم الألماني توماس مولر رفقة فريقه بايرن ميونخ هذا الموسم كأحسن الممررين الحاسمين في القارة العجوز. موسم تاريخي للاعب عرف من أين تؤكل الكتف وكيف يرد على المشككين والمنتقدين فوق البساط الأخضر، ضاربا موعدا لعشاقه مع مسلسل جديد من المهارات والأهداف خلال المواسم القادمة. فإلى أين سيحط غزال الرحال؟ وهل سينصفه ناد يعادل إبداعاته وتضحياته؟ نبقى دائما في أخبار المحترفين. ساهم الدولي الجزائري لنادي ويست هام يونايتد في عودة فريقه بنقطة ثمينة أمام مضيفه برايتون لحساب الجولة 36 من البريمير ليج. ودخل لاعب الخضر بديلا في الدقيقة 64 لما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، وبهذا يكون بالرحمة قد سجل أولى أهدافه في الموسم مع 5 تمريرات. في حوار أجراه الدولي الجزائري لنادي نيس الفرنسي يوسف عطال مع صحيفة نيس ماتان، قدم من خلاله توضيحات بخصوص ما تم تداوله حول إصابته وابتعاده عن الميادين، كاشفا أنه خضع للفحوصات المعمقة في إسبانيا، وتبين أن أربطته رفيعة وشبيهة بتلك التي يملكها العدؤون، مضيفا أن ذلك يعود للمجهودات الكبيرة التي يبذلها وبنيته المورفولوجية تجعل من التمزقات أمرا طبيعيا. نعود إلى البطولة الوطنية وإلى مباراة شباب قسنطينة وأتلتيك بارادو والمنقولة على كانال جيغي بتعليق الزميل محمد الصلاح أبو سكر. جم البحث عن المراوغة، حط كرة ناحية رفيقه آدم زورغان الحق عليها، عاود رجعت لي زورغان في وسط الميدان، الضغط عليه، حط كرة ناحية رفيقه لبن عياد، الحكم يقول فيه خطأ. والحكم قريب من اللقطة ويشير إلى خطأ بعد تدخل من زعلاني. أمامنا على الصورة تدخل من زعلاني أمام بن عياد، تنفذ الخطأ من مروان. انطلاقة من طمين، هل يلحق على الكرة هذه؟ محاولة الضغط على الحارس بوصوف، اللاعب الشاب اللي لم تمنح له
فرص كثيرة يعني في المباريات السابقة، الاعتماد فقط على أصحاب الخبرة. الضغط على مبارك وكاس تضيع هذه الكرة، الكرة من على شباب قسنطينة، حداد حداد يتوغل، ضيع منه أيضا مروان لزرقان، هذه الكرة ناحية رفيق، تدخل الدفاع قبل أن تصل لمروان، الكرة كانت جيدة وزعلان في التغطية، تغطية موفقة. وسيس مكان بن بوعلي كان مسجل الهدف الوحيد في اللقاء لحد الآن. طبعا سيس، دخول سيس مكان بن بوعلي، هذه بارادوس فدا كل التغييرات. كرة حدوش، حدوش لميباراكو، ميباراكو تقدم، ميباراكو راه يرفع كورتو بالفعل، البحث عن ديب برأسية تفوق ديب، طمين هل يتفوق طمين، عود ديب تقدم الرجل، الحكم يترك اللعب يتواصل، أو ميباراكو ترجع في وسط الميدان، غطي كورتو يسيطر عليها، الضغط على حدوش ممتاز من حدوش، رجم يحاول الضغط على ميباراكو ثم زعلاني وبركون، وخطأ، الخطأ ارتكب من رجم، اللعب قمرود في وسط الميدان يتنفذ بسرعة، حاولت الانطلاق لكن الكرة مقطوعة، يبقى لي بالمسعود وحداد. نبقى دائما مع الجولة 21 من القسمية المحترفية الأول، ومن بين مبارياتها تلك التي جمعت بين سريع غليزان ووفاق سطيف، حيث انتهت النتيجة على وقع التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة. ملخص المباراة بتعليق طه شعبان. الفريق يبحث عن الاستفاقة في هذه المباراة، كرة في الوسط من غشة، غشة ينطلق سلسلة من المراوغات، ولكن شادولي في المكان المناسب. ماذا يقول الحكم؟ يقول ضربة جزاء لصالح وفاق سطيف. مصطفى زايدي، غشة حسام الدين يفتتح مجال التهديف، غشة حسام الدين يفتتح مجال التهديف لصالح وفاق سطيف في هذه الدقيقة. الكرة كانت قوية ومصوبة بالشكل والكيفية اللازمة، والانطلاقة من هناك ممتازة، كاد السريع أن يعدل في هذه اللحظات. جمعية وهران، فهم بوعزة، كرة طويلة مباشرة من هناك ناحية بوزيد، بوزيد التوزيع الأرضي، وكرة سوغار، كرة سوغار تصطدم بأحد المدافعين، تروح مباشرة إلى الركنية. عواد يمرر ناحية بوعزة، يحاول التمرير من هناك ناحية المنور، ينطلق المنور، خطيرة هذه الكرة، وخيري، خيري في المكان المناسب ثم التسديدة من صبري غربي. تبقى دائما الكرة لصالح سريع غليزان، محاولة ممتازة من المنور. كرة الحارس خيري وركي، وفي هذه الأثناء الحكم السيد أيد عامر ملك يعلن على نهاية هذه المرحلة الأولى. من وراء الكرة؟ بركي خيري أنقذ مرماه من عدة أهداف محققة في المرحلة الأولى. بركي خيري هل سينقذ الوفاق؟ فهم بوعزة، جول! سريع غليزان يتمكن من تعديل النتيجة، سريع غليزان يتمكن من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب فهام بوعزة، فهام بوعزة اللاعب السابق لوفاق سطيف. بالضغط في هذه الأثناء يريد الاستثمار في هذه الأثناء بعد ارتباك عناصر سريع غليزان، جول! السريع سريع في هذه المرحلة الثانية، السريع سريع في هذه المرحلة الثانية،
ويتمكن من تسجيل هدفين مع بداية هذه المرحلة الثانية، أعتقد عن طريق المهاجم المنور. والانطلاقة من عمورة ممتازة هذه الكرة، ما فيش وضعية تسلل، غشة غشة، جول! حسام الدين غشة يتمكن من تعديل النتيجة، حسام الدين غشة يتمكن من تعديل النتيجة لصالح وفاق سطيف بعد انطلاقة على الجهة اليسرى. وفي هذه لن نختم النشرة بلقطة لاقت استحسان متتبعي الساحرة المستديرة، حيث ارتدى أبرز نجوم نادي فنرباتشي التركي قمصانا كتب عليها فلسطين حرة والحرية لفلسطين، والتي حملت العلم الفلسطيني بجانب العلم التركي، ذلك أثناء عملية الإحماء قبل مباراة الفريق أمام نادي سيفاسبور في البطولة التركية، تضامنا مع أهل فلسطين لما يتعرضون له من عدوان واعتداءات من الكيان الصهيوني في القدس المحتلة وقطاع غزة، يتقدمهم النجم مسعود أوزيل. مشاهدينا الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى ختام الموعد الرياضي لنهار اليوم، أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة. هذا الموعد قدمته لكم أنا سهيلة معوش، ترأس تحريره طارق بوفليح وأخرجه لكم رضوان حاج أحمد بمساعدة رشيد ميكيداش. السلام عليكم.